يذوب ما تبقى من الثلج هنا بقمم الأوراس، فينهمر الماء في الجداول والوديان متجها صوب السفوح الجنوبية لبحمامة وطامزة وعلي الناس. جميعها تصب في وادي العرب والذي يشق طريقه باتجاه خيران فشبلا، مشكلا شلالات إجلي الأسطورية حيث لا حدود لجمال الطبيعة. رحنا في مكان المسمى باللغة المحلية باللغة الأمازيغية إجلي. إجلي هذا كما تشوفوا روح عبارة على شلالات تاع الماء وفيها حوض تاع السباحة. احنا نشوفوا الأولاد راهم يسبحوا لهنا. الطريق إلى شلالات إجلي لم تعد سالكة بفعل العوامل الطبيعية، ما يضطر السواحة من محبي الاستكشاف إلى المشي على الأقدام لبلوغ مقصدهم. نشكر جماعة الرياضة للجميع لولاية خنشلة اللي اكتشفوا المنطقة هذه، جاو وخلونا احنا زدنا لحقنا عليهم. ومنطقة خلابة خاصة شلالات نتاع إيجلي ومنطقة الناخيل الواحة نتاع شبلة. وصحابي نجيو نكومبي ونجيبو لي طونط هنا نباتو هنا مع بعضنا وصحاب نقصرو دي فوا نجيو نعومو نفوتو الوقت كيما راكم تشوفوا، بلاصة مليحة ما شاء الله. شلالات إيجلي ذات الإمكانات السياحية الكبيرة والتي لم تستغل باتت اليوم مقصدا للعشرات من الشباب الخنشلي. بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بمنطقة إجلي شبلة، أولا نطمئنهم بأنه هناك مشروع للطريق، هذا الطريق اللي مر من منطقة تبعليين الخيران الولجة، أنه بصد إعادة تهيئة هذا الطريق، إذن مشكلة الطريق أصبح غير مطروح. الشيء الثاني، المنطقة مصنفة كمنطقة هضاب عليا، إذن أنه فيه امتيازات جبائية وفيه امتيازات أخرى تقدمها الدولة لمرافقة هذا الاستثمار. اثنين، منطقة حموية بامتياز ولا تبعد كثير عن جبل علي الناس اللي هو يعتبر ثاني أعلى قمة في الولاية وثالث أعلى قمة في الجزائر. إذن فكل هذا الزخم وهذا الفضاء السياحي يمكن أنه يكون مقصد سياحي بامتياز للمستثمرين. دائما نحن هنا للمرافقة، خصوصا أثناء تشكيل الملف ثم بعده لما يطلع الملف للعاصمة وأثناء تجسيد المشروع إن شاء الله رانا نوقف معهم. قطعا لم تبح المنطقة الجنوبية لخنشلة بكل أسرارها، وشلالات إجلي الساحرة ظلت إلى وقت قريب طي الكتمان.